الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا قاعدة: لا مدخل للعقول في أشراط الساعة إثباتا وتكييفا. لا مدخل للعقول في أشراط الساعة إثباتا وتكييفا. فإن قلت ولما، نقول لأننا من علم إيش؟ الغيب، ولا مدخل للعقول لا في إثبات شيء من أمور الغيب ولا في تكييف شيء من أمور الغيب، وإنما الواجب علينا في ذلك التسليم والتصديق بما وردت به الأدلة وصحت به النصوص، وعدم المنازعة أو المجادلة.